التعزيزات العسكرية التي يستخدمها الاحتلال التركي وعمليات القصف المتبادل بين قوات الحكومة والفصائل المسلحة باتت مشهداً يومياً يتصدر مناطق شمال غربي سوريا وسط انعدام الحلول للأزمة التي تعصف في البلاد منذ أكثر من عقد. الاحتلال التركي وعبر معبر باب الهوى الحدودي التي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة استخدم تعزيزات عسكرية جديدة ضمت 40 آلية مدرعة وثمان شاحنات محملة بالإمدادات اللوجستية والعسكرية إلى ريف إدلب، رغم أن المعبر مخصص فقط لعبور المساعدات الإنسانية. التعزيزات وبحسب مصادر محلية من المنطقة اتجهت نحو النقاط العسكرية التي أنشأها الاحتلال في معسكر المصطومة ومطار تفتناز العسكري قبل أن تنتشر في النقاط الموجودة على خطوط القتال في ريف إدلب الشرقي، فيما تنتظر تعزيزات أخرى للاحتلال للدخول من نفس المعبر خلال 24 ساعة القادمة بحسب المصادر. في الأثناء اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة السورية وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة أسفرت عن مقتل عنصر من هيئة تحرير الشام وإصابة ثلاثة آخرين بالتزامن مع قصف حكومي على قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات الحكومة بقذائف صاروخية بلدات بنين والفطيرة وفليفل وصفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وكانت قوات الحكومة قد قصفت بالصواريخ محيط نقطتين عسكريتين للاحتلال التركي في منطقتي مكلبيس والشيخ سليمان بمحيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي في 30 من آذار مارس الماضي أسفرت عن إصابة جنديين للاحتلال.